العائلة البغدادية لما يعني يحضر الأب هنا ويا اثنين أطفال، فالاثنين الأطفال تعرف يجوز مثلا يقعدون بالندوة الشعرية أو الأدبية وبعيدين عن هذا الواقع. لذلك مركز المتنبي الصغير يوفر للعوائل التي تأتي إلى المركز الثقافي البغدادي من أجل وضع أطفالهم في داخل مركز المتنبي، حتى يستثمر هذا الوقت الأب والأم وصاحب الأطفال، حتى يستثمر هذا الوقت في الاطلاع على الفعاليات والمشاركة فيها، في حين أطفالهم يعني بنفس الوقت يتعلمون. لذلك هو في عامل مكان آمن ويتعلمون في مكان آمن، بس لكن من الممكن أنه يكون هناك عدد مثل التجربة اللي مر بها مركز المتنبي الصغير، مثلا أطفال يعني الشوارع او المتسولين في منطقه شارع المتنبي، حاولت ست امال والعاملين والمتطوعين مع جلبهم وتعليمهم وتوصيفهم، وكذلك من اجل استغلالهم يعني ثقافيا واعطائهم هذه الدروس.